هذا برنامج نتذكر تذكرني وذكرك ونذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدين يذكروننا سبحان الله يرضى عنكم. هذا مجلس، هذا مجلس يعني نحتسب لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا تذكير، أذكرك وأذكرني ونذكر الإخوة ويذكروننا ويتجاوبون معنا. هذا هذا ما هذا ما بقي من لذات الدنيا. يقول عمر أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري يقول والله ما أحببت دنياكم إلا لثلاث. لماذا يحب الدنيا؟ ثلاث آية أسمعها من كتاب الله، أو حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. هذه الثلاثة أشياء، هذه الأشياء التي تحببه في الدنيا. يعني إذا طبقها أحد منا الآن سوف يخاصم ويجاهل ويبتعد عنه. أولا لماذا نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني لماذا الاستعانة بعد العبادة؟ قال العلماء إنه لو سلك إنسان، أن إنسان إذا سلك طريق العبادة يجب أن يستعين بالله لأنه سوف يحارب. قال لقمان لابنه وهو يعظه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وبعدين واصبر على ما أصاب. أنا عايز أقف هنا، لماذا يصبر على ما أصاب؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكروه عند بعض القوم. يا سلام، مكروه عند بعض القوم صحيح، لكنه حبيب إلى الآخرين. ولذلك إيه يعني قال الشاعر إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لأمها، وإن غضبت عني لئام عشيرتي، إن رضيت عني لئام عشيرتي فلا زال غضبان علي كرامها. لا، أنا أروح مع كرام العشيرة، مع علية القوم، أهل العلم، أهل الدين، أهل التقوى، أهل الصلاح. فإذا من أنتقي؟ أولا سيد محمد، الأرواح جنود مجندة، لو أن قلبي خالص. والمصلحة يا مولانا والفائدة، والمصلحة والفائدة تدافع الناس مع بعضهم فيما يرضي الله، وماذا؟ نتصاحب، لا بالعكس، نحن لا الإسلام ضد العزلة، بل بالعكس نحن أمة قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما تتعطل مصالح من يحتذي حذو كلامك هذا. لا تتعطل مصالحه، إذا هي مخصومة من المنبع. قبل أن يولد لم تقضى له هذه المصلحة، وهذا ابتلاء من الله شديد، وهو يسير على طريقه لا يلوي. إن كان يحارب في رزقه في مصلحه، لن يحارب إلا بقدر ما يصبر، فإن صبر واحتسب جاءته الدنيا وهي راغمة. يا دنيا من خدمك، من خدمك فاستخدميه، ومن استخدمك فاخدميه. كل من قبل تصبر.